إذا كنت قد تمرنت وآمل أن تكون قد حفظت جداول الضرب، سوف تكتشف الآن أنك مستعد لأن تقوم بحل أي مسألة متعلقة بالضرب. أنت فقط عليك أن تفهم، أو لكي أقولها بشكل أفضل، أن تفهم كيفية نظام الحل. أنا لن أقوم فقط بتعليمك مبدأ الحل، لكن أريد أن أريكم سبب نجاح هذا. إذا لنبدأ مع مسألة ضرب، والتي أفترض بأنك لا تعرف كيفية التعامل معها. لنقل 16 ضرب 9. 16 ضرب 9، وربما ستقول بأنك لم تقم بحفظ جدول 16، لكن لا تقلق، سوف أحل المسألة وسوف تستطيع أنت أيضا القيام بذلك. ذلك لأننا سنقسمها إلى عدة مسائل بحيث تعرف أنت كيفية الحل. طريقة حل المسألة أولا هي أن تضرب 9 في منزلة الآحاد، 9 ضرب 6، وأعتقد أنك تعرف ما هو الناتج. سأكتب الناتج هنا، 9 ضرب 6 يساوي 54. أنت تعرف الناتج من خلال جداول الضرب، وكل ما عليك فعله هو كتابة 54، لكن ما قمت بعمله هنا هو أنني كتبت 4 في منزلة الآحاد فقط، وسأقوم بوضع 5 في اليد، وهذا هو بالضبط ما عليك فعله. نحن أيضا نستخدم مصطلح في اليد دلالة على أننا سنجمع، لكن ما معناه أن لدينا 5 سنتعامل معها والآن سنحتفظ بها، لأنه لا يوجد مصطلح آخر للتعبير عن ما نقوم به. الآن نضرب 9 ضرب 1، 9 ضرب 1، هذا سؤال مباشر، 9 ضرب 1 يساوي 9، أي عدد نضربه بواحد يعطينا العدد نفسه، لكن لدينا هذه 5 التي أحتفظ بها، ونقول 9 ضرب 1 ونضيف 5، أي هذا زائد 5. ما الناتج الذي حصلنا عليه؟ 9 ضرب 1 زائد 5، 9 زائد 5 يساوي 14. دعوني أكتب هذا هنا، 14. وبهذا حصلنا على الناتج، 16 ضرب 9 يساوي 144. وإذا لازلت تذكر جدول 12، ستلاحظ أن هذا نفس ناتج 12 ضرب 12، ومجرد معرفة هذه المعلومات تمكننا من حل مسائل أصعب بقليل. وربما تقول الآن أن هذه مجرد خدعة قمت بها، لكن كيف نجح هذا؟ وعليك دائما أن تسأل هذا، فلا يجب أن تتلقى المعلومات فقط. ليس من الجيد أن تقوم بحفظ الطريقة وتقول بأنها تنجح، وسأقوم بتوضيح ذلك من خلال كتابة الأعداد. ودعوني أقوم بهذا هنا، لدينا 10 زائد 6، هذه 16. سأكتب 9 هنا، والآن دعوني أقوم بعملية الضرب. سأضع إشارة الضرب هنا. أولاً سأحسب 9 ضرب 6، وربما ستقول لي لما قمت بتقسيمه على هذا النحو؟ حسناً، أردت فصل منزلة الآحاد عن منزلة العشرات. الواحد الموجودة في العمود الثاني هي منزلة العشرات، في الواقع أنها 10 زائد 6، ولهذا السبب قمت بكتابتهم هكذا. لكن على أي حال سأقوم بحل المسألة بالضبط كما فعلت من قبل، 9 ضرب 6، دعوني أكتب هذا في الأسفل، 9 ضرب 6 يساوي 54، ولكن بدلا من أكتب 54 سأكتب 50 زائد 4. إذن 9 ضرب 6 يساوي 50 زائد 4. هذا عمود الآحاد،
دعوني أضع خطا متقطعا هنا، وهذا هو عمود الآحاد، وأستطيع أن أضع 4 في الأسفل، لكن أحتاج لفعل شيء مع 50. يجب وضعها في مكان ما، والطريقة التي علمتكم إياها هو أن نضع 50 في الأعلى، ولم يسبق لي أن وضعت 50 هنا في الأسفل، وربما أنت تذكر 50 ستذهب إلى هذا العمود، إذا نضعها هنا. هذا ما فعلناه في العرض الأول. سأكتب 5 في العرض السابق. لقد قمت بوضع 5 هنا لأنها كانت في منزلة العشرات، لكن 5 هنا تعني 50، والواحد يعني 10، لكن الآن سأكتبها خارجا حيث سترون أنها حقا 50 و10. ومثلما نقول، ما هو حاصل 9 ضرب 10؟ 9 ضرب 10 لا شك أنك تتذكر هذا، حيث أن أي عدد نضربه ب10 يعطي العدد نفسه متبوعا بصفر، إذن 90. 9 ضرب 10 يساوي 90، ونضيف إليها 50. نجمع الآن، ما هو ناتج 90 زائد 50؟ 140. تسعة ضرب 10 يساوي 90، زائد 50 يساوي 140. الآن يمكننا كتابة 140 على النوح، هو 100 زائد 40. وما سنفعله هو وضع 40 في الأسفل هنا، وثم نضع 100 في اليد. لكن 100 لا يمكن التعامل معها، أعني أنني سأكتبها في الأعلى هنا، يمكن وضعها في الأعلى. حسنا، ستكتب 100 هنا في الأعلى. هناك عدة أماكن يمكن وضع 100 بها، لكن الشيء المهم أن نبقيها في العمود التالي الذي لم أرسمه بعد، فنضع 100 فيه. والسؤال الآن، 100 زائد 40 زائد 4، ما هو ناتج 100 زائد 40 زائد 4؟ إنه 144. أتمنى أن تجدوا تفسيرا معقولا لما نقوم به. دعونا نحاول مع المزيد من المسائل، لأني أعتقد أنها ستكسبكم المزيد من الخبرة. لنجرب 55. 55 ضرب 8. 55 ضرب 8، نفس النمط. نبدأ مع 8. 8 ضرب 5، دعوني أكتبها. 8 ضرب 5 يساوي 40. نكتب الصفر في الأسفل وباليد 4. 8 ضرب 5 يساوي 40، ثم نقوم بإضافة 4 لها فيكون الناتج 44، إذن 440. ويمكنك حلها باستخدام الطريقة التي قمت بها، عندما سأقوم بتقسيمها إلى 50 زائد 5 ومن ثم 8، لكن أعتقد أنه مع أمثلة أخرى سترى أن هذا سيكون بمثابة طبيعة ثانية، لذا دعوني أقوم بحل مثال آخر. سأقوم بهذا باللون الأحمر الفاتح. سأقول 78 ضرب 7 8 ضرب 7 يساوي 56. دعوني أكتب هذا، إنها مسألة من نوع آخر. 8 ضرب 7 يساوي 56. نكتب 6 في الأسفل ونضع 5 في الأعلى. 7 ضرب 7 يساوي 49. 7 ضرب 7 يساوي 49. لكن علينا أن نقوم بجمع الناتج مع 5 الموجودة في الأعلى. إذن ما هو ناتج 49 زائد 5؟
إنه 54، 7 ضرب 7 يساوي 49، زائد 5 يساوي 54، إذن 546. استغرق هذا 10 دقائق، ربما اعتقدت سابقا أنك لن تستطيع الضرب ب 78، لكن كما رأيت فإن العملية مباشرة. دعونا نحل المزيد من الأمثلة، سأستمر بحل المسائل حتى نكتفي من تعب إجراء عمليات الضرب. لنجرب 89 ضرب 3، 89 ضرب 3، 3 ضرب 9، 3 ضرب 9 يساوي 27. نضع 7 في منزلة الآحاد والاثنان فوق عند منزلة العشرات، لأنها في الواقع 20 زائد 7، العشرتين تعادلان 20 زائد 7 يساوي 27. 3 ضرب 8 يساوي 24، 3 ضرب 8 يساوي 24، لكن أملك 2 في اليد، سأقوم بإضافتها إلى الناتج فأحصل على 26. 3 ضرب 8، 24 زائد 2، 26. إذا الناتج النهائي 267. سأقوم بحل مسألة أخرى لكي نتمرن أكثر. علي أن أرفع هذا، هذا سيجعل الحل مريحا، سأعمل على إراحتكم. إذا لنحل 239 ضرب 6، إذا 239 ضرب 6. هذا العرض سيكون عن كيفية ضرب عدد من منزلتين بعدد من منزلة واحدة، لكن أريد أن أوضح لكم أنكم تستطيعون ضرب أي عدد من المنازل بعدد من منزلة واحدة، وهذا سيكون بنفس الطريقة، ويمكنك تخمين كيفية القيام بهذا مع حاصل 6 ضرب 9. دعوني أكتبه هنا، 6 ضرب 9، لقد تعلمنا هذا مسبقا، 54. إذن سأكتب 4 في الأسفل والخمسة في منزلة العشرات لأنها في الواقع 50. هذا كاف. الآن سنقوم بستة ضرب ثلاثة، 6 ضرب 3 يساوي 18، ولدينا الخمسة في اليد، إذن علينا إضافتها مع الناتج، 18 زائد 5، 6 ضرب 3 يساوي 18، زائد 5 يساوي 23. للتوضيح لم نضرب 6 ضرب 3، أنا فقط إذا نظرتم إلى المسألة قمت بالواقع ضربها ب 30، لقد وضعت 3 هنا، في الواقع هذه 6 ضرب 30 زائد 50، لأن 39 في الحقيقة هي 3 في منزلة العشرات أي 30، بالرغم أننا قلنا 6 ضرب 3 يساوي 18، زائد 5 يساوي 23، في الواقع هذا العدد هو 230. لقد قمت بوضع 3 في منزلة العشرات، ودعوني أستخدم لون آخر بدلا من التي استخدمته هنا في الأعلى، هذا يساوي 23. يمكننا وضع 3 في منزلة العشرات ووضع 2 في الأعلى هنا. انتهينا تقريبا، فقد بقي عملية ضرب واحدة، 6 ضرب 2، 6 ضرب 2 هذا سهل، يساوي 12، ولكني أملك 2 في اليد وعلي جمعها مع الناتج، إذا زائد 2، ماذا يكون الناتج؟ هذا يساوي 12 زائد 2 يساوي 14. إذا سأكتب 4، 6 ضرب 2 يساوي 12، زائد 2 يساوي 14، سأكتب 4 هنا، وإذا تبقى لدي أعداد سأكتب 1 هنا، ولكن لم يبقى لدي شيء، إذا سأكتب 1 هنا. إذا 239 ضرب 6 يساوي 1434. لنقوم بحل مثال آخر، وأريد الآن المزيد من المساحة، سأقوم بتصعيد الوضع الآن، سننتقل إلى عدد بأربع منازل، 7362
ضرب، سأختار عدد صعب، ضرب 9. 9 ضرب 2. ولا أريد حل هذا في الجانب، أعتقد أنك فهمت النمط. 9 ضرب 2، 9 ضرب 2 يساوي 18. 18. ثم نقوم بإيجاد 9 ضرب 6. 9 ضرب 6 يساوي 54، و 54 زائد 1 يساوي 55. إذن 55. ما ناتج 9 ضرب 3؟ 9 ضرب 3 يساوي 27. ثم 27 زائد 5 يساوي 32. إذن 32، دعوني أبدل الألوان، 32. 9 ضرب 7 يساوي 63، ولدينا باليد 3. 9 ضرب 7 يساوي 63، زائد 3 يساوي 66. نكتب 6 هنا، ولا مجال لكتابة 60 هنا، إذن نكتبها بالأسفل هنا. إذن 7362 ضرب 9 يساوي 66258. أتمنى أن هذا كان شرحا مفيدا. إلى اللقاء.